السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع منى. اليوم غادي نبداو السلسلة ديالنا ديال أسماء الله الحسنى، وغادي نبداو مع أول اسم اللي هو اسم الله الملك. الملك، فنتعرفوا على معنى اسم الله الملك. اسم الله الملك هو الذي يستغني بذاته وصفاته وأفعاله عن كل موجود، ويحتاجه كل موجود. شنو المعنى ديال هذا التعريف؟ هو أن أي مخلوق من المخلوقات اللي كاينين في الكرة الأرضية أو في الكون كامل لا يمكن أن يستغني عن الله، في حين أن الله يستغني عن كل موجود، فهو الملك الحقيقي، هو الذي يملك كل شيء يملك. يعني أي حاجة كتظن بأنها في ملكك أو في ملك غيرك فهي في الحقيقة ملك لله، يعني يقدر يأخذها في أي وقت ويقدر يعطيها في أي وقت. إذن فبصرك بيد الله، سمعك بيد الله، قوتك بيد الله، نفسك بيد الله، والناس اللي دايرين بك كاملين بيد الله. ملي كنآمنوا بأن لا إله إلا الله الملك، وأن الأمر ديالو نافذ في ملكه، فمستحيل أننا نتجه لشي واحد من غيره، لأن كيف ما قلنا الملك الحقيقي أو الملك الحقيقي هو الله، هو الذي يملك كل شيء. عرفنا على تعريف الله الملك، فغادي نحاولوا نكتبوا اسم الله الملك. إذا الملك كيتكون من الحروف التالية، عندنا أول حرف هو حرف الألف، حرف اللام، حرف الميم، حرف اللام، وحرف الكاف. حرف الألف، حرف اللام، حرف الميم، حرف اللام، وحرف الكاف. حرف غادي نبداو به هو حرف الألف، وغادي نكتبوه في بداية الكلمة بهذه الطريقة، حرف الألف. إذا الألف في بداية الكلمة. ثاني حرف هو حرف اللام، إذا هناك حرف اللام، غادي نكتبوه بهذه الطريقة، حرف اللام، وغادي نخليو ليه هاد الخط هذا لانه غادي يلتصق بحرف من بعده. اذا عندنا حرف اللام عنده سكون، لاننا قلنا ل ال ال ما ما. حرف الميم غادي نكتبوه في وسط الكلمه. بالنسبه لحرف الميم في وسط الكلمه غادي نديرو ليه الخط ديالو، نكتبو حرف الميم، حرف الميم، وفي نفس الوقت نخليو ليه الخط. حرف الميم في وسط الكلمة كيتكتب بهذه الطريقة، كيخلي الخط باش يلتصق بالحرف اللي قبل منه، وتيخليه خط من بعد باش يلتصق بالحرف اللي غيجي من موراه. الم، حرف الميم عنده فتحة، الم الم. المالي، حرف اللام، حرف اللام أيضا جاء في وسط الكلمة، فالكتابة ديالو غادي تكون بهذه الطريقة، غادي يخلي ليه الخط ديالو باش يلتصق بحرف الميم. الماء، ونكتبو حرفو اللام، الماء، ونخليو ليه الخط باش يلتصق بالحرف اللي من موراه. الماء لي، حرف اللام في وسط الكلمة. المالي، المالي. الملك، الملك، الملك. هنا عندنا حرف الكاف، حرف الكاف في آخر الكلمة، غادي نكتبوه بالطريقة التالية، حرف الكاف في آخر الكلمة، صافي كنسدو به الكلمة. الملك عندنا ضمة، الملك، 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 اسم الله الملك. إذن كتابة اسم الله الملك كتكتب بهذه الطريقة، اسم الله الملك، الملك. هذا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا ديال اليوم، تعرفنا فيها على اسم الله الملك وتعلمنا نكتبو كلمة الملك. فكنتمنى أنكم تعودوا الحلقة بزاف ديال المرات حتى تمكنوا من كتابة اسم الله الملك. وبالنسبة للناس اللي باغين يزيدوا يتعرفوا على اسم الله الملك،
فهناك سلسلة للدكتور النابلسي كيشرح فيها أسماء الله الحسنى بطريقة مميزة، فغنخلي لكم رابط ديال اسم الله الملك إلا بغيتو تشوفوا الحلقة ديالو. أيضا بالنسبة للأطفال، إلا بغيتو تعلموهم أسماء الله الحسنى بطريقة يعني سلسة وزوينة، فهناك سلسلة لبيسان الباز كتشرح فيها أسماء الله الحسنى بطريقة جميلة للأطفال، فغنخلي لكم أيضا رابط ديال القناة ديالها. أنا مبقى لي إلا نودعكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكنتمنى أنكم تعيشوا مع اسم الله الملك باش كتسهل عليكم الحياة ملي كتعرفوا بأن جميع المخلوقات أمرها بيد الله، فما كتبقى حتى شي حاجة تقلقكم. فشكرا لكم بزاف على حسن التتبع والمشاهدة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. سلامة.